انظر إلى ذلك. توقف توقف. أراهم. ماذا نواجه؟ جنودا يتحركون في المكان. رجالنا دين؟ أجل. اللعنة عليهم. يبدو أنهم وجدوا موقع مستعمرة. لكنه الموقع الخطأ. هذا الخبر الجيد. وهذا يعني أن هناك خبرا سيئا. الطريق الوحيد للبركان عبره. تبا، علينا أن نهاجمه. ما الخطة يا نيثم؟ اتبعني فحسب. آن الأوان. اللعنة. ريف ونادين لديهما عدد كبير من الرجال هنا. قد يعثرون على الكنز بالمصادفة.
يجب أن يهتم هؤلاء القراصنة بالبنية التحتية. كيف نبتعد عن هنا؟ الرافعة ثانية يا صالح، مفيدة جدا. لم أرفض الرافعة، بل رفضت أن نتعرض للسرقة. هدوء. صالح، ما مدى معرفتك بنادين؟ ماذا؟ كنت أفكر ربما يمكنك الاتصال بها وتقنعها بأن تبعد رجالها. نعم صحيح، لنعدها بأكبر مما وعدها به ريف. هذه ليست طريقتها، إنها مرتزقة ممن يحصلون على الأموال أولا، ولذلك أعتقد أن ريف له الأسبقية. مطب. انظر شورلاين. إنهم يهاجمون بكل ما لديهم ويقتربون بشدة من البركان. كنت أفكر في نفس الأمر، ماذا لو عثروا على الكنز بالفعل؟ انظر إنهم يفتشون المكان، لو كانوا عثروا عليه لكفوا عن البحث. نعم أنت محق. سام، لو تسمح لي بالسؤال، كيف قضيت الوقت في السجن؟ في القراءة في الغالب كان هناك أحد الحراس، أعتقد أنه تعامل معي كعمل خيري، كان يتلب لي الكتب من المكتبة. أنا كنت تقرأ؟
التاريخ وبشكل خاص كل شيء عن إيفري والقراصنة الآخرين على سبيل الاحتمال. مؤكد. بالإضافة إلى الكتب، التمارين الرياضية، التدخين، محاولة تجنب صراعات العصابات. هل هذه بئر؟ آسف، كنت تقول؟ صحيح، محاولة تجنب صراعات العصابات. أفكر كثيرا، هذا كل شيء. سام، طالما لديك حارس يخدمك فلماذا لم تجعله يخبرنا بأمرك؟ لقد حاولت، طلبت منه إرسال خطاب إلى صندوق بريدك. لن يصلني. هذا لأن مدير السجن رآه، تعرضت لعقاب شديد ولم أرى ذلك الحارس ثانية. يا إلهي، لكن حصلت على حماية الخاصة عندما وضعني مدير السجن في زنزانة الكازار. لم يتم الأمر كما توقع. لقد تذكرت شيئا. في الحقيقة لقد تعاملت مع الكازار منذ عدة عقود حتى قبل أن أقابلكما. حقا؟ وكيف لا تزال حيا؟ يكون بنفس صفواته حاليا، كان لا يزال يشق طريقه في عالم. لقد قمت بتهريب بعض المطبوعات الخشبية من اليابان وبعتها لزعيمه، كان محبا للتاريخ. كيف كان؟ معسول اللسان ولكن متحفز كما لو كان سينفجر عند أقل استفزاز. لم يتغير كثيرا عما كان عليه. أخذت نصيبي وابتعدت عن ذلك الأمر. إذن دخل قرصان إلى حانة. عظيم، ها نحن نبدأ. ولديه عجلة قيادة تخرج من حجر. حسنا. فيقول له الساقي: يا رجل، ما أمر العجلة؟ فيرد عليه القرصان: إنها تقودني للجنون. تب، أترى ذلك الدخان؟ شور لاين، مهلا. سام، عما كنت تتكلم؟ صحيح. فيرد عليه القرصان: إنها تقودني للجنون. أحب ذلك. لا تدعني أتركك وحيدا هنا.